سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نشرة الأخبار من شيعة ويفز نبدأها بالعنوانات. الحدود العراقية السعودية تشهد تظاهرة احتجاجية للتنديد بجريمة تهديم قبور أئمة البقيع عليهم السلام والمطالبة بإعادة بنائها. منظمات حقوقية تدعو النظام البحريني بالإفراج عن المعتقلين من كبار السن وسجناء الرأي لحمايتهم من فيروس كورونا. انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإفغانية كابول. أهلا بكم مرة أخرى، إليكم تفصيلات النشرة. جدد متظاهرون عراقيون كما في كل عام على الحدود العراقية السعودية المطالبة بإعادة إعمار قبور البقيع في المدينة المنورة. المتظاهرون قالوا في بيان لهم: نحن علماء دين ومثقفون ووجهاء وإعلاميون ومواطنون عراقيون، نجدد الوقوف هنا كما في السنوات الماضية للإعلان اليوم الثامن من شهر شوال المعظم يوما عالميا لنصرة البقيع الغردق، والمطالبة بإعادة إعمار أو السماح لنا ببناء مراقد أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، والتوافد لزيارتها أسوة ببقية العتبات المقدسة في شتى أنحاء العالم، مطالبين المسؤولين السعوديين والمنظمات الدولية لا سيما اليونسكو بالمبادرة والإسراع بإعادة إعمار ما هدمه التكفيريون مهما كانت الذرائع والتبريرات، محملين السلطات السعودية المسؤولية الشرعية والقانونية والإخلاقية باعتبار أن هذه الأماكن ملك لجميع المسلمين وبلا استثناء، مشددين على ضرورة منع التجاوزات التي يرتكبها المتطرفون من مضايقة كل فرد مسلم يرغب بتأدية مراسم الزيارة لقبور أئمة الهدى عليهم السلام، بل يلزم تأسيس إدارة تعنى بشؤون تلك الشعائر والطقوس الدينية وتضمن حرية القائمين بها كما هو الحال في دول العالم المتقدم، مناشدين الحكومة العراقية للتدخل المباشر وممارسة الضغط والتأثير بمختلف الطرق الدبلوماسية على الحكومة السعودية لإذعانها ومباشرتها بإعادة إعمار المراقد الشريفة. بادرت هيئة أنصار الحسين عليه السلام لشباب كربلاء التابعة للمرجعية الشيرازية بتوزيع وجبات الطعام في الأحياء الفقيرة بمدينة قم المقدسة. العمل الذي استمر 5 ليالي شمل عددا كبيرا من العوائل الفقيرة والمحتاجة في المدينة. هذا وتستمر المراكز التابعة للمرجعية في فعالياتها الإنسانية والخيرية بمختلف نقاط ودول العالم، امتثالا لتأكيدات المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي على لزوم إعانة ودعم الأهالي والمتعففين في أيام مكافحة وباء كورونا. انطلقت القوات الأمنية لليوم الثاني من عمليات أبطال العراق نصر السيادة لملاحقة داعش الإرهابي والقضاء على أوكاره جنوب غرب كركوك. وقال بيان للقوات الأمنية إن تشكيلات من مختلف القوات باشرت بتنفيذ اليوم الثاني من عملية أبطال العراق نصر السيادة بخمسة محاور، مضيفا أن المناطق المستهدفة باليوم الثاني تقع جنوب غرب كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، مشيرا أن الهدف من العمليات تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول داعش الإجرامي وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء. حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان النظام البحريني على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين في مقدمتهم كبار السن وسجناء الرأي لحمايتهم من فيروس كورونا، إذ أبدت المنظمة خشيتها من انتشار الفيروس داخل السجون مع تصاعد وتيرة الإصابات به. سجلت البحرين في يوم واحد 605 إصابات، وكانت هيومن رايتس ووتش قد استنكرت منذ أيام من عمليات الإفراج البطيئة والقليلة في الدول، حيث قالت إنه استنادا إلى مسح إعلامي عالمي تفرج الحكومات عن عدد قليل جدا من المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الذين لا مبرر لاستمرار احتجازهم في ظل انتشار وباء كورونا. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن الفيروس يتفشى بسرعة في السجون ومراكز الاعتقال
ويعرض المحتجزين والموظفين وعائلاتهم لخطر غير مقبول وفق تعبيرها. حملت ألمانيا المملكة العربية السعودية مسؤولية ما يجري في اليمن من حرب وأزمات إنسانية. وقال مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسكين أن السعودية تتحمل الكثير من المسؤولية عما يجري في اليمن من حرب وأزمات إنسانية، في وقت تؤكد فيه المنظمات الدولية أن المنظومة الصحية في البلد انهارت وسط تفشي فيروس كورونا وأوبئة أخرى، مضيفا أن بلاده لا تبيع أسلحة للسعودية ولتعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، مشددا على ضرورة أن تساهم السعودية بشكل كبير فيما سيقدمه مؤتمر المانحين لليمن. طالبت فئات متعددة من المسلمين والمسيحيين الحكومة النيجيرية بإعادة فتح المساجد والكنائس. جاء ذلك خلال استفتاء قامت به صحيفة فانغارد النيجيرية، حيث التقت بممثلين لمختلف الفئات الاجتماعية، أكد جميعهم مطلب إعادة فتح دور العبادة، مضيفة أن ضعف وتيرة تفشي الفيروس وعودة الأعمال والمراكز الاقتصادية إلى نشاطها الطبيعي أمر جعل الناس يطالبون بإعادة فتح المساجد والكنائس ضمن عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي. هذا وطالب العديد من المواطنين بقيام الحكومة سريعا بإعادة فتح دور العبادة على مستوى الدولة. الخبر الأخير، أفادت مصادر محلية وعناصر من شرطة العاصمة الأفغانية كابول بأن دوي انفجار سمع في منطقة وزير أكبر خان في الحي الدبلوماسي بحسب وكالة رويترز. وأكدت الوكالة أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية. وكانت مصادر محلية وعناصر من شرطة كابول قد أفادوا بأن دوي انفجار سمع في منطقة وزير أكبر خان التي تضم العديد من السفارات ومكاتب التمثيل الأجنبية، ما أدى إلى إطلاق الإنذارات. هذا وتقول منظمة مراسلون بلا حدود أن حركة طالبان الإرهابية وجماعات مسلحة متشددة تستهدف بشكل متكرر الصحفيين في أفغانستان، وأن الهجمات قتلت 15 صحفيا في 2018 في أكثر السنوات دموية لوسائل الإعلام في البلاد. نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم العنوانات. الحدود العراقية السعودية تشهد تظاهرة احتجاجية للتنديد بجريمة تهديم قبور أئمة البقيع عليهم السلام والمطالبة بإعادة بنائها. منظمات حقوقية تدعو النظام البحريني بالإفراج عن المعتقلين من كبار السن وسجناء الرأي لحمايتهم من فيروس كورونا. انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول. ختام النشرة، شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل لوليك الفرج.